ساكتة ليه؟ من ساعة ما جيت ما نطقتش بكلمة. أصل أنا عايز أقول لك حاجة يا حاج. ما تقولي على طول يا وليه، ولا أنت مستنية مني الأمر؟ فيه الليلة فرح مروة بنتك. فرح مين؟ فرح مروة؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ ايه؟ ابعدي عني. يا لهوي ايه ده؟ هتعمل ايه يا عم؟ هقتلها. هقتلها وانت جنان. ابعدي عني. يا لهوي سيب المتعلم. اوعس انا قلتها كلمة وما تعودش ارجع في كلمة ولو على رقبتي. عشان خاطر يا حاج سيبيني. هات المسدس ده ابو سيدك يا اخويا، ربنا يهديك عشان خاطر لا تطلع منه رصاصه كده ولا كده. سيب يا حاج سيب عشان خاطري. سيب يا اخويا سيب سيب. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. واحد الله صف الله العظيم يا رب. اللي بيحصل لنا ده لا لوم ولا اعتراض يا رب، من الاعمال يا اخويا اللي بتترميلي في البيت من الاعمال. استغفر الله العظيم. ايه ده يا اخويا كده؟ واحد الله عليها الهوى الطاير. ايه يا اخويا؟ استغفر الله العظيم. كل سبب العظيم. خلاص. خلاص يا بيجي. روح لهم انت. ايه؟ ايه يا ابراهيم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزني يا اخويا اروح فرح بنتنا لوحدي من غيرك؟ ايوه. انت هتروح الفرح لوحدك يا بهيجة. ازاي ده؟ الناس تاكل وشي. انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. كفاية اللي انا فيه. حاضر يا اخوي حاضر. اسمعي كلام يا بهيجة، انت هتروح الفرح لوحدك والناس كلها تعرف ان انا مش راضي عن الجوازة دي، لا انا ولا ابني فتحي. يا حاج حرام عليك، حتى فتحي مش عايزه يحضر فرح اخته. اسمعي الكلام يا بهيجه، زي ما قلت لازم الناس كلها تعرف ان انا وابني واحد وان احنا مش موافقين على الجوازه دي. انما انت امها، ومش معقول تسيبيها في ليله زي دي لوحديها فالناس يشوفوكي انت لوحدك هناك وحسك عينك. مش هتقعدي كتير، شويه كده وتوبي وخدي معاكي فلوس، فلوس كتير. اديها الفلوس بينك وبينها من غير ما حد يحس ومن غير ما حد يشوف. خلي بالك البت دي رايحه في غربه، وبعدين جوزها احنا عارفين احواله، جوزها غلبان ما حلتوش حاجه. ربنا يخليك يا اخويا، ما يحرمنا من حنيتك ابدا. ربنا يخليك.